عوده لعشرة الصبح في الاهلي. اهلا بكل حضراتكم مره تانية، وتعالوا بقى زي ما بنعمل معاكم كل يوم، بنتعرف دايما في كل حلقه من حلقات البرنامج على اخر الاخبار واخر المستجدات في النادي الاهلي في فروع مختلفه ومن خلال فرقه المختلفه، وده اللي هنعمله حالا مع زميلتنا العزيزه ساره حامد المتواجده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا صباح الفل عليك يا ساره، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح عليك انا هواندو على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، طبعا في بدايه الاسبوع. يمكن زي ما انت قلت يا كريم، يعني حاليا احنا متواجدين داخل لمقر النادي الاهلي بالجزيره عشان ننقل لكم ابرز الاخبار واهم الامور المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. ويمكن كالعاده هبتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره القدم، طبعا تحت قياده مستر مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الاهلي. ويمكن الفريق امبارح يعني حصل يا كريم على راحه سلبيه من التدريب، والنهارده رجعوا يستأنفوا تدريباتهم مره اخرى على ملعب مختار التتش استعدادا للمباراه القادمه ان شاء الله امام نادي سموحه، واللي هتكون في مباراه يعني النصف النهائي من بطوله كأس مصر لكره القدم، واللي ان شاء الله يعني هتقام يوم الثلاث المقبل. يمكن النهارده الفريق هيتمرن وبكره كمان هيتمرنوا على ملعب مختار التتش، بعد كده هيدخلوا في معسكر مغلق استعدادا للمباراه، وطبعا الدخول في اجواء المباراه، وبعد كده ان شاء الله يعني هيواجهوا نادي سموحه زي ما انا قلت يعني يوم الثلاث المقبل في مباراه النصف النهائي من بطوله كاس مصر. ده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم. يمكن خليني اروح لجميع الالعاب الاخرى، وقبل ما ابتدي معاكم في اخبار جميع الالعاب الاخرى خليني انا كمان يا كريم يعني ابارك لسيدات كره الطايره او فتيات الذهب بعد حصولهم من امبارح على بطوله كاس السوبر المصري لكره الطايره لاول مره في تاريخ النادي الاهلي. ويمكن امبارح يعني بعد ما قدموا يعني مباراه قويه امام نادي الصيد وفازوا في المباراه على نادي الصيد، طبعا في المباراه اللي اقيمت ما بين الفرقتين على صاله المقاولون العرب، واللي انتهت بفوز النادي الاهلي بثلاث اشواط مقابل لا شيء. يمكن امبارح يعني سيدات كره الطايره شفناهم يعني في ثلاث اشواط يعني قدموا اداء قوي، سواء يعني طبعا في الارسال في البلوكات كل يعني الحاجات طبعا الخاصه بالكره الطايره، يمكن قدموا عرض قوي طوال الثلاث اشواط. كمان يمكن خليني يعني اقول بمناسبه طبعا فوز سيدات كره الطايره ببطوله كاس السوبر المصري لكره الطايره، يمكن خليني اقول لكم ان الكابيتانو او كابتن النادي الاهلي طبعا كابتن نهله سامح لفريق الطايره سيدات، يمكن امبارح يعني بعد ما سيدات كره الطايره حققوا لقب السوبر لاول مره في تاريخ النادي الاهلي، يمكن ده يعني اللقب الرقم 50 لنهله سامح طبعا حققته مع النادي الاهلي في الفريق سواء على مستوى الفريق الاول او كمان طبعا على مستوى مرحله القطاع الناشئين. يمكن كانت نهله سامح طبعا كانت متواجده في قطاع الناشئين للكره الطايره، ويمكن ده يعني لقب رقم 50 ليها يعني طوال مسيرتها. يمكن نهله سامح كمان ما خسرتش ولا لقب محلي مع النادي الاهلي في كل البطولات المحليه، فده يعني طبعا اللقب ليها رقم 50 في مختلف البطولات سواء القاريه او المحليه، طبعا كمان فيها طبعا بطولات افريقيا. يمكن خليني اقول لكم انه نهله سامح يعني حصلت على 19 بطوله دوري، 19 كاس مصر، 6 افريقيا، 5 بطوله عربيه، وواحد سوبر مصري طبعا اللي حصلوا عليها امبارح فتيات كره الطايره. كده بالنسبه لسيدات كره الطايره. كمان خليني اكلمكم شويه عن استعدادات باقي الفرق لجميع المباريات الفتره القادمه. يمكن النهارده ان شاء الله يعني كره الطايره الماسترز بعد الظهر ان شاء الله هيتجهوا يعني هم وجميع الجهاز الفني للفيوم لمواجهه النهارده ان شاء الله فريق قارون. يمكن ده هيكون في دور 16 من بطوله كاس مصر. النهارده ان شاء الله المباراه هتقام في الفيوم، وكمان يمكن النهارده سيدات كره السله هيكونوا في راحه سلبيه من التدريبات بعد مباراتهم امبارح مع نادي الجزيره واللي انتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 91-65. النهارده هيكونوا في راحه سلبيه من التدريبات، وبكره ان شاء الله هيرجعوا التدريبات الجماعيه، يعني الاول للتمرين هيكون من الساعه 2 للساعه 4، وبعد كده هيتجهوا يعني هم اللاعبات والجهاز الفني بالكامل هيتجهوا لمدينه الاسكندريه للدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراه القادمه ان شاء الله، واللي هتكون امام نادي سموحه يوم الثلاث المقبل على صاله نادي سموحه في تمام الساعه 6 مساء، ودي هتكون ضمن منافسات بطوله الدوري السوبر لكره السله. كمان رجال كره السله النهارده يا كريم عندهم محاضره فيديو الساعه 1:30 داخل مقر النادي، وبعد كده هيبداوا تمرينهم الساعه 2 على صاله امير عبد الله الفيصل، ودي هتكون اخر الاستعدادات قبل مواجهه بكره ان شاء الله نادي الجزيره، والمباراه طبعا برده اللي هتقام في تمام الساعه 6 مساء على صالة نادي اتحاد الشرطة، ودي هتكون ضمن منافسات بطولة الدوري السوبر لكرة السلة. كمان النهاردة سيدات كرة اليد عندهم تمرين الساعة 6، ويوم الثلاث المقبل إن شاء الله ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة عندهم مواجهة مع نادي الطيران،
يمكن المباراة دي يعني هتقام في تمام الساعة 6 مساء، يمكن دي برضو المباراة دي يعني هتقام داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة على صالة أمير عبد الله الفيصل. يمكن دي يعني كانت كل استعدادات النادي الأهلي وفي جميع الفرق لجميع المباريات الفترة القادمة. كمان خليني أقول لجميع أعضاء النادي الأهلي إنه يوم الجمعة اللي فاتت شركة إدام يعني تم افتتاح مقر في شركة إدام لخدمات الطبية داخل فرع النادي الأهلي بمدينة النصر يوم الجمعة اللي فاتت. ويمكن طبعا شركة إدام بتقدم خدمات طبية لجميع أعضاء النادي الأهلي سواء في فرع الجزيرة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، فرع الشيخ زايد، أو طبعا مدينة نصر لجميع الأعضاء والعاملين وكمان عائلاتهم. يمكن الكل كان امبارح متواجد أو أول امبارح كان متواجد بعدد كبير جدا يا كريم، الكل كان بيسجل أسمائه وبياناته عشان يحصلوا على جميع الخدمات الطبية من شركة إدام. كمان شركة إدام يعني على مدار اليوم كانوا بيقدموا كمان خدمات مجانية لأعضاء النادي الأهلي زي يعني تحليل السكر، الضغط، كمان تحليل الدم السي بي سي. كل الحاجات دي يعني كانت طبعا متوفره لاعضاء النادي الاهلي امبارح او اول امبارح في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر. يمكن طبعا بنبه اعضاء النادي الاهلي عليها وان هم يروحوا لمقر شركه ادام في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر عشان يكملوا يسجلوا بياناتهم والحصول على الخدمات الطبيه من الشركه بشكل مجاني. كده يا كريم كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. طبعا انا معاك لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو كلمه ليكوا طبعا. تفضل. تغطية ممتازة كالعادة، بنشكرك عليها جزيل الشكر زميلتنا العزيزة سالة حامد. دي كانت آخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي حضراتكم.